كشف الممثل السوري أحمد رافع لموقع يلا تريند عن وضعه الصحي وبيبكي بحرقة خلال وجوده بمشفى الأسد الجامعي بعد تدهور حالته الصحية، وبيأكد أحمد: ما عندي قوة أمشي وقبري وكفني عندي. ووجه أحمد عتب شديد اللهجة لشركة الأحمر للإنتاج الفني لأن ما عم بيسألوا عليه لا هن ولا أصدقائه بعد ما اعتزل عن مسلسل العربجي بسبب المرض، وبيضيف بأنه بهالمسلسل كان دوره زفت والدور كان مكتوب لواحد كومبارس متكلم، وبيتهم مؤلفي مسلسل عربجي بأنه كاتبين العمل بس لباسم ياخور وسلوم حداد، وبيقول بأنه عيب على نايف الأحمر والديال الأحمر ما سألوا عنه بالرغم من أنهم أصدقاء من أكثر من 10 سنين. وبيضيف أحمد رافع: معي اعتلال أعصاب سكري وربنا أهداني هالمرض وأنا بتشكره ألف شكر يا رب. وبيضيف: صار حرق بمفصلي كواني كوي وضرب 5 أجزاء ملكية بجسمي يلي هنن الكلاوي والعين والقلب والقرنية. أحمد رافع ممثل سوري من مواليد 1958 وإلو عدة مسلسلات وأفلام ومسرحيات، ومن بيناتهم بروكار الجزء الثاني، وردة شامية، عودة غوار وغيرها من المسلسلات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.